في الترتيب ما بين الثامن والثاني عشر، وهو طبعا حاليا تاسع. بإمكان الأخير اللي هو سلوان أن ينتصر ويصبح معه عشرة. الآن تقدم من الأمام، ممتازة الكرة للخضر عند علي، عرضية ومرة ثانية، لا 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 لا، جول خضراوي! نعم، هدف خضراوي، أسد الجنوب، أسد الجنوب يلهي بالقلوب ويسجل هدف الأول في المباراة. لؤاب يا لؤاب، حمال الأهداف. شوف الكرة الأخيرة، عدوي يعرض لاعبي الأمعري وكأنه واحد بيكلهم المباراة، أو أنه واحد بيكلهم الكرة. مولعة يا جماعة، ما حداش يصيبها، ما بيهاب لؤاب، ما بيهاب وبيحط الكرة. شوف قوية وبتسكوى التسعة، والآن تقدم عند علي عدوي. لو عرض هناك في البعيدة، الله! ليش يا أخي؟ ليش يا أخي؟ ليش ما حطيتها في المرمى اللقطة والعرضية؟ لا 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 محمد مرعبة سجل يا إمرامي، سجل ولدك يا إمرامي، رمى رمى رمى. شوف اللقطة الأخيرة بعد مرور 21 دقيقة على بداية الشوط الثاني، رجعها اللي هو رامي مسالمة، أو رجعها مين كان هذا الرخاوي، قلنا له رجعت، رجعت لحمادة، حطها بالراس. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، راسية ممتازة جميلة مركزة، وعرضية من سامر حجازي مع أول صعود ومرعبة.